النهارده هنعمل 3 تجارب. الهدف من التجارب بتاعتنا ان احنا بنقيس التصرف او بنحسب التصرف اللي بيمشي في الشانل بتاعتنا. اول تجربه يا باشمهندس هي الجيت. بعمل ايه؟ بحسب عمق السريان هنا في الاب ستريم، بقيسه وبقيس عمق السريان في الداون ستريم، وبستخدم المعادله بتاعت الاي اس نود بيساوي اي اس واحد. لو فاكرين تقدر تحسب مين؟ تقدر تحسب التصرف. خلاص؟ علشان احسب عمق السريان بستخدم جهاز اسمه بوينت جيج. بستخدم جهاز اسمه بوينت جيج. انا لفه لك الناحيه الثانيه علشان تشوف معايا. اول حاجه تعمل يا باشمهندس تنزل البوينت جيج لحد ما يلمس معاك البيت بالشكل ده. تاخد القراءه بتاعت البيت. مثلا لو تاخد القراءة عند الصفر هنقول هنا 103، المجال ده 103 ده بالمليمتر، ده بيعبر عن منسوب البيت ليفل، منسوب البيت. خلاص؟ بعد كده هتطلع لحد ما يهمس معاك البوينت جيج الوتر ليفل، تبدا تثبت البوينت جيج اي حته فاضيه بعد كده تظبط البوينت جيج على الوتر ليفل وتاخد القراءة الثانية عند الصفر كده 331. هتفتح الاثنين من بعض هيجي لك مين؟ عمق السريان في الاب ستريم. هنسميه هنا الواي نود. خلاص؟ بعد كده عايزين نقيس عمق السريان داون ستريم بوابة تنزل بالشكل ده، طبعا الجيت ليفل ثابت زي ما قسناه. هتنزل ببوينت جيج لحد ما توصل لفتح السريان. احنا بنقيس على مسافه قد ايه من الجهاز؟ بنقيس على مسافه قد ايه من الجهاز؟ من البوابه تقريبا 15 سم او 10 سم. بس حاجه ما ينفعش تحط البوينت جيج هنا عند البوابه علشان النقل اللي بيحصل. خلاص؟ بعد كده يا باشمهندس تاخد القراءه الثانيه 130، معاك البيت ليفل ومعاك القراءه الثانيه 130 تطرحهم من بعض يدي لك عمق السريان داون ستريم ذا جيت. اللي هو هنسميه هنا واي واحد. خلاص؟ تمام. التجربة الثانية يا باشمهندس الهيدروليك جامب. هنعمل ايه هنا في المسألة؟ زي ما قلت لك الهدف من التجارب دي ان احنا نقيس التصرف او نحسب التصرف. في عبارة عن الهيدروليك جامب، ده عمق السريان واي واحد، ده عمق السريان واي اثنين. لو قست واي واحد واي اثنين هستخدم المعادله بتاعت اف اس واحد يساوي اف اس اثنين، او المعادله بتاعت السيكونت ديبس واي واحد على واي اثنين اقدر احسب مين؟ التصرف. معادله السيكونت ديبس واي واحد على واي اثنين بيساوي كذا، تقدر تحسب فرود نمبر واحد. فرود نمبر واحد تقدر تحسب البي واحد. من البي واحد تقدر تحسب التصرف بتاعك اللي بيمشي في الشانل. خلاص؟ بالنسبه لعمق السريان هنا انا قسته اساسا. تاخد الواي اللي انت قايسها من شويه هو ده السيكونت ليبس بتاع مين؟ بتاع الهيدروليك جامب. مش هتقيسه تاني. بعد كده تاخد البوينت جيج بعد الهيدروليك جامب في مسافه معينه كده. سرعات منسوب البيت ليبل يا باشمهندس، ثبت البوينت جيج عندك على الووتر ليبل. تبدا تاخد القراءة بتاعتك 200 وكام دي؟ 25 و24 225 225. هتطرح البيت ليفل او الوتر ليفل ناقص البيت ليفل يدي لك عمق السريان اللي هنسميه هنا واي 2. زي ما قلت لك اف اس 1 يساوي اف اس 2 او واي 1 على واي 2 بيساوي كذا، سيكونت ديبس تقدر تحسب التصرف اللي بيمشي في الشكل. شايف المعادله دي يا باشمهندس؟ دي اول تجربه بتاعت البوابه. بيقول لك التصرف بيساوي الكلام ده. المعادله دي استنتجها من اي اس نود بيساوي اي اس 1. لو انت تعوض في المعادله دي مباشره تحسب مين؟ التصرف. تساوي. والبيت كام؟ اجلب الناحية الثانية كده. بس لا
دي عباره عن الهيدروليك جامب يا باشمهندس. عمل ايه هنا؟ سوى الاف بي اس 1 مع الاف بي اس 2 عشان يقدر يحسب مين التصرف اللي بيمر في الشانل. هو اللي مش جايب التصرف من الاول يا باشمهندس. ايه؟ العرض مش مهندس. مش انا جايب التصرف من الاختبار بتاع البوابه. تمام، ما احنا كل القصه عرفتها. احنا هنحسب التصرف بكذا طريقه، وهنقارن التصرف الفعلي لو نقيسه من هناك. في جهاز هناك اسمه ورفس ميتر. الورفس ميتر ده هنقدر نحسب التصرف الفعلي اللي بيمر في الشانل. بعد كده هقدر احسب التصرفات اللي هنا واقارنها بالتصرف الفعلي، واحسب نسبه الخطا اللي في الاختبار بتاعي. ممكن كده في اي سؤال هنا؟ خلاص بقينا هنعمل كام تجربه او اديس كام عمق سرايات؟ ثلاثه. واي نوت، واي واحد، واي اثنين. واي نوت مع واي واحد تقدر تحسب التصرف، واي واحد مع واي اثنين تقدر تحسب ايه؟ التصرف. خلاص؟ الهدف بتاعها هدف من التجربه دي ان انا بحسب الواي كريتيكال وبحسب التصرف. امتى اتاكد ان الداون ستريم وانا الواي كريتيكال او اللي بيحصل في الداون ستريم كريتيكال؟ ببدا ازود الزيت بتاعتي. ركز معايا على منسوب الميه في الاب ستريم. اول ما يحصل ارتداد للميه ومنسوب الميه يزيد، يبقى كده دخلت في الحلقه رقم كام؟ رقم 3. انت مبسوط بالمنتج؟ كان دول الجامعه جدعان يا جدعان. زي ما عملت هناك يا باشمهندس، اول حاجه هتعملها تنزل البوينت جي لحد البيت، تاخد القراءه بتاعت البيت هنا 104. بعد كده هتطلع بالبوينت جي لحد الوتر ليفل في الاب ستريم. عايز يزيد كريتيكال حالة ابتدى. طب كده هنز... عايز احسب الزيت، عايز احسب من قبل الارتفاع ده. هتنزل لحد توصل للهام وتربط وتاخد القراءة تحت الكام هنا؟ 277. معاك البيت ليه؟ معاك منسوب الهام بتطرحهم من بعض هيديلك الزيت. الزيت. طب انا عايز احسب الواي كريتيكال. الواي كريتيكال اللي هو عمق السريان ده يا باشمهندس. عمق السريان ده. هتعمل ايه؟ هتطلع بوينت جيج لحد ما توصل للووتر ليفل، بتقعد القراءه بتاعتك كام هنا؟ ايه؟ 323. معاك الهامب ليفل الووتر ليفل بتاعهم مع بعض هيديلك الواي كريتيكال. طب وليه خدت الواي كريتيكال من اخر الهامب يا باشمهندس؟ يعني ليه ما خدتهاش بعد الهامب؟ الواي كريتيكال ليه ما حسبتهاش من بعد الهامب؟ انت لو بص الشرطه على المنظر دايما الواي كريتيكال احنا اخدنا في الشرطه الثاني الواي كريتيكال هو المساعد من الهامب. ما ينفعش تاخد الهامب ده. لا مش طب لو عاوز اجيب زد كريتيكال يا باشمهندس، زد كريتيكال، زد كريتيكال.
انت جبتها لما دي بالذات ايه عشان المفروض بتعمل ايه صعب زيت ب 30 سم لحد اول ما يبدا يحصل معاك ارتفاع لا اله الا الله بص كده يا باشمهندس شايف المعدل اللي تحت دي المعدل اللي تحت دي المعدل بتاعت الهضار بتاعت الهضار اللي هو 544 من 1000 جاز رجي في الاتش 3 على 2 في البي الاتش دي ايه هي الاتش يا باشمهندس اللي هو هطرح واي واي 1 داش ناقص الزد واي 1 داش واي 1 داش اللي انا حاسبها ناقص الزد يدي لك مين الاتش كابيتال وانا قدرت احسب التصرف يمشي خلاص مش هنا واي كريتيكال انا جايز ايوه هنا دي طب احنا عملنا ايه الكلام ده كله عايزين نعرف الكلام واي 1 داش ناقص واي البوابه او الهيدروليك جنب او الامر صح ولا لا هقيس التصرف عن طريق جهاز اسمه اورفيس ميتر احنا اخذناه في ثانيه ماده ايه اورفيس ميتر قالوا معايا كده اللي بيمشي في التشانل بقيسه عن طريق اورفيس ميتر الأورفيس ميتر ده زي ما انت اخدت التاني مدني عبارة عن بليت الدايمتر بتاعه تمام اقل من الدايمتر بتاع الماسورة فبيعمل اختناق للسريان هنا يعني غير مساحة السريان من الماسورة قللها عند البليت فايه اللي هيحصل ايه العلاقة ما بين البريشر والمساحة بتاعت السريان علاقة طردية بتزيد المساحة بيزيد البريشر بتقل المساحة بيقل البريشر فهو وصل ما بين الأورفيس لا العكس بزياده المساحه بيزيد البريشر ارجع لمعادله برنولي كده ارجع لمعادله برنولي البريشر على الاي بيساوي البي تربيع على 2 جي زائد زد ده بيساوي ثابت لما تزود المساحه ايه اللي بيحصل للسرعه بتقل البي تربيع على 2 جي بيحصل له ايه بيقل فلازم البريشر على البي على الجاما يزيد هو موصل ما بين الاب ستريم والداون ستريم بيوتيوب مانوميتر عشان يقدر يقيس الفرق في الضغط فلو خدت بالك هنا تاخد القراءة هنا القراءة عند الفرع الأولى كده 890 القراءة عند الفرع الثانية مليانة على خير مليانة حتى الآخر القراءة عند الفرع الثانية لا مش فاضية خالص مليانة حتى لا مليانة مليانة بس كده ده متوصل بالأب ستريم فده البريشر بتاعه الأكبر لو خدت بالك ده لازم يكون البريشر بتاعه اكبر من ده فاعلى منه فتاخد القراءه هنا 1000 والقراءه هنا تطرحها من بعض يدي لك الاتش سمول الاتش سمول ده فرق الضغط ما بين الاثنين احسبها بالسنتي خلي بالك القراءات هنا بالمليمتر تحولها للسنتي هتعوض في المعادله المكتوبه هنا ايه في معادله ايه مكتوبه هنا احنا عملنا معايره للاورفيس ميتر وجينا التصرف بيساوي 3.986 جذر الاتش اللي احنا قسناها هناك بس لازم تتعوض عن الاتش في السنتيمتر هيدي لك التصرف باللتر كل ثانيه ده التصرف الفعلي اللي بيمشي في التشانل ايه ده سنتيمتر فاحنا عايزين نقارن ما بين التصرفات اللي حسبناها من هناك مع التصرف ده هتشوف تحسب لي نسبه الخطا كام تحسب نسبه الخطا في كل تصرف عندك ثلاث تصرفات لازم قريبين من بعض لازم يكونوا قريبين من بعض بعد كده من نفس التصرف ده هتقدر تحسب الواي كريتيكال الفعليه مش كده الواي كريتيكال بيساوي جذر التكعيب اللي فيه سمول تربيع على الجي بس كده ليه طب السي سمول بيساوي كيو كابيتال دي على عرض التشانل 30 سم وتقارن ما بين الواي كريتيكال اللي هناك اللي احنا قسناها بالواي كريتيكال الفعليه هو انا اشتغلت بالكيو بجذر كيو تربيع على الجي مش كده كيو ثابته انت كنت كده كيو انا ايه انا اشتغلت بكيو تربيع على الجي جذر تكعيب له تمام ما ده التانجل تشانل طبعا حتى التصرف ثابت بس انت وانت بتاخد القراءات هناك في نسبه خطا في جسر عمق فبالتالي هيترتب عليه نسبه خطا في التصرف لكن هو ده التصرف الفعلي بتاعك المظبوط اللي بيمشي في التشانل سواء في المعادله صور يا عم من بدري هو ده يتحل بقى اللي عليه ده يتحل ويتسلم هتسلم وين يا باشمهندسين وتشدوا حالكم شويه احنا هنشتغل على التصرفين اول تصرف اهو ما تغيرش فيه خد القراءات بتاعتكم اول جروب هيروح هناك كده يعمل هيدروليك جامب والبوابه والجروب الثاني
يشتغل هنا، بس الجروب اللي هناك ما يشتغلش غير لما الجروب اللي هنا يحط الهامب بتاعه ويثبت منسوب السرايات. ما ينفعش انا مثلا العب هنا في مناسيب السرايات واقعد قياسات هناك، خلاص بعد كده هتبدلوا مع بعض، اللي هناك يجي هنا والعكس. بعد ما تخلصوا تاخدوا القرارات بتاعتكم هنغير التصرف شويه، هنزوده او هنقلله وتبدا تاخد القرارات بتاعتك. يعني كده هنعمل تجربتين مش تجربه واحده. تجربتين تاخد 2 كيوب كده، خمس سكاشن 2 كيوب 10 تصرفات. ال 10 تصرفات دول مطلوبين منك ان انت تسلمهم في معاد سكشن ان شاء الله الاسبوع اللي جاي.